دكتورة منيرة جلال، مديرة مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة بالصالحية التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. كلمك على مشروع الصالحية في الأول. مشروع الصالحية ده ابتدى في يناير 2011، ليه 4 محاور رئيسية. كان حصل توقف وبدأنا المرحلة الثانية في يناير 2014. من أهم المحاور اللي في المشروع التدريب من أجل التشغيل. إحنا تابعين لهيئة الأمم المتحدة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بدعم من صندوق المساواة بين الجنسين. أول محور التدريب من أجل التشغيل. بناخد شريحة السيدات أو الفتيات من سن 18 ل 45، بندربهم ونشغلهم ونوجد لهم فرص عمل، يا إما في الشركات يا إلا بنعرفهم إزاي ياخدوا قروض صغيرة وتنشئ عمل خاص بيها في منطقتها بحيث إنها توجد حياة جديدة لنفسها. ده أول محور. تاني محور عندنا شعار التميز اللي هو المساواة ما بين الجنسين. بنطلب ان احنا نتساوى مع الرجال. هننزل بيه المشروع ده في المصانع بتاعت الصالحية والعاشر، ان احنا عايزين نتساوى في التدريب والترقي والتعيين والمضايقات اللي بتواجهها المرأة المصرية كلها في سوق العمل. ثالث محور اللي هو قانون العمل الخاص بالمرأة والتشريعات، ان احنا بنقدم مقترحات وعندنا امل انها تنزل البرلمان ان شاء الله الجديد ان شاء الله. رابع حاجة انشاء قاعدة بيانات خاصة بينا. عملنا انشاء قاعدة بحيث ان نعمل لينك ما بين السيدات واصحاب الاعمال، البنت تخش تسجل بياناتها وتوجد فرصة عمل ان شاء الله اللي عاوزها. هذا تعاون وزارة القوى العامة في المشروع، يعني جهود مثمرة وفعالة منها مدعمانا ووقفة جنبينا، يعني لأن المشروع كان حصل له دروب جامد في 2013، كان توقف تماما في 2013 بس معاها مشروع عام تاني. في بروتوكول ممضي في 2010 ما بين وزارة القوى العاملة ومركز البحوث الاجتماعية في الجامعة الأمريكية بدعم من صندوق المساواة ما بين الجنسين التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.